أنا المدربة هناء الجعبة، تصميم معماري، دبلوم معماري تصميم داخلي، ريفت وتصميم بدرس حاليا. طيب هلا زي ما قلت لكم اليوم رح نستكمل خيارات الماس. زي ما قلنا احنا اول ما بنبدا الماس بنروح على النور، يعني عادة بنكرر احنا بالليفلز. هلا انا زي ما قلت لكم انتم يمكن تقولوا انه احنا انتيرير ليش بنتعلم مثلا نرسم عمارة، لانه مثلا نفس هذا الشكل المعماري ممكن ترسمه على سكيل صغير، فعشان ترسم على سكيل صغير حتحط ليفلز، يعني الليفلز هي محاور للمرجعية مش بالضرورة تكون طوابق. فعشان هيك يعني لازم نتقن موضوع الليفلز ونفهمه ونشتغل عليه بعدين. طيب بس بدي أضبط كمان اليونتس، وجدت يونت لينكس. تمام، هلا صارت بالمتر زي ما قلنا امبارح، احنا بس نختارها، بتفتح عندي قائمة الكوبي وبعمل كوبي وبكررها، وبعدين بصير اختار تنين تنين عشان اسهل على حالي، وبعدين هاي المجموعة كوبي، هاي أول خطوة عملناها إنه إحنا كررنا الليفلز وكررناها على نفس المسافات المتساوية. هلا إذا أنا بدي أعمل مسافات تانية زي ما قلنا لكم إنه بنوقف عند الخط نستنى المعلومات هاي تطلع وبحط الرقم اللي بدي إياه. تمام، هلا إحنا رسمنا الليفلز، بدنا نروح عشان نرسم. طبعا إحنا نختار وين بدنا نرسم، بس عادة يعني إذا بدي أرسم مسقط أو عمارة راح أروح على ليفل 1. هلا إحنا تعلمنا امبارح الأشكال البسيطة، بنضغط إن بليس ماس، هو بسميها بشكل تلقائي ماس 1. بعديها بندخل على هاي وبنبدأ نرسم. هلا إحنا امبارح رسمنا أشكال بسيطة وعملنا لها اكسترود. هلا اليوم بدي ارسم انا بيضاوي، ممكن اني ارسم بهاي الطريقه مثلا بيضاوي، وممكن اني اعمل له اكسترود اختاره، لا واروح عند كرييت فورم اقول له انه اعمله سوليد فورم فيروح معطيه سماكه، وهاي السماكه انا بتحكم فيها. خليني احط النافذتين جنب بعض. هاي احنا ما عندنا اياها، اللي بدي اياكم تفهموه في الريفت انه احنا لما نرسم دائره او مستطيل او بيضاوي ونعطيه اكسترود هو بيفهم انه يعمل له انه التجسيم تبعه بانه اعطائه سماكة، بس أنا لو رسمت له مقطع ومحور هو لحاله بيفهم إنه أعمل دوران، ما بقول له أنا ريفولف. هذا الفرق بين الريفت والأشياء التانية، يعني مثلا إحنا مش أخذناها في الأوتوكاد أمر ريفولف، وأمر ريفولف موجود بالماكس وفي معظم البرامج الـ 3D، بس هون بالريفت الموضوع مختلف، إحنا بنرسم محور ومقطع هو بيفهم لحاله انه ريفولف، بنرسم مثلا مقطع ومقطع هو بيفهم لحاله انه زي امر لوفت اللي هو اشبك بيناتهم، عرفتوا؟ فهلا احنا رسمنا هدول البيضاوي مع بعضه، وبنتحكم من الارتفاع زي ما قلنا بالتاب، بنفوت على الاليفيشن، بنضل نعمل تاب لغايه ما تطلع الوجه وبرفعها. وحكينا احنا بهذا السهم لو سحبنا لفوق بنسحب لفوق او باتجاه الواي او باتجاه الاكس. اذا بدي اسحب باتجاه المستوى، يعني كل محور بقدر اسحب باتجاه المحور وبقدر اسحب باتجاه المستوى،
ايش يعني باتجاه المستوى؟ هاي لازم تفهموها لانها هاي اساس ال 3D في كل برنامج. هلا التقاء محور مع محور بيعمل لي مستوى، فلما بدي احرك المستوى باجي على هاي، على اللي هي التقاء المحور مع المحور. هيك بكون بحرك الاكس والواي، هيك الاكس والزد، هيك المحاور الثالثة. يعني كل اصلا كل محورين التقائهم بعمل مستوى، فأنا عندي 3 مستويات. فلما أختار هيك أنا عم بحرك مستوى مش بحرك نقطة. طبعا أنا بديش هلأ أخرب الشكل عشان بدي أورجيكم الفرق بينه وبين شيء ثاني. فهلأ رجعته، أو بقدر إني أحرك حفة إدج، أو بقدر إني أحرك نقطة أو خط، يعني زي ما قلنا إدج. هلا هذا المبدأ في التحريك نفسه كمان موجود بالماكس، بس اللهم بالماكس بيزيد عدد النقاط اللي انا بقدر اتحكم فيها بالشكل. يعني هلا هذا الشكل اللي انا رسمته، بس هاي بيعطيني اياها فيس، يعني وجه واحد. بالماكس هو بقدر ازيد عدد النقاط وبصير اتحكم بكل نقطة موجودة على الوجه. فهذا الفرق بين الريفت وبين الماكس، او هاي هي الميزه تبعت الماكس، انه هو بيعطيني نقاط على الاشكال وبقدر اتحكم فيها. طبعا انا بقدر، يعني فيش برنامج ما فيها ولا امكانيه انا بقدر اضيف نقاط من هون، بس اضافتها مش هتكون سهله والتحكم فيها مش سهل، لكن الماكس عنده هاي الخاصيه بوضوح. فهذا مبدئيا الفرق بين الاشكال. طيب هلا بدنا نرسم اشي تاني. خلص هلا هاي اللي هي الماس العادية التقليدية بنقدر نعملها بهاي الطريقة. بدي اروح اعمل فينش ماس عشان ما يدخلوا مع بعض. بقدر اني اعمل انكريات ماس، انكليس ماس، اني اروح على ليفل 1 وأبدأ أرسم. مثلا أنا بدي أرسم القاعدة، رح أرسم القاعدة مربع، وأروح عند ليفل 10 أرسم التوب دائرة. فكيف رح أعمل هيك؟ أول شيء بدي أظهر الليفلز، فرح أروح عند فيو فلور بلان وأظهرهم كلياتهم. بقدر طبعا أنقي، بس الصح إني أظهرهم كلياتهم. بعدين بدي أروح على ليفل 9 راح أروح وأرسم، مش مربع، راح أرسم دائرة. بس أنا مش عارفة وين تقريبا رسمنا. أنا حرسم الدائرة وأعدل مكانها هيك. راح أرسم، بقدر أرسمها أكبر، بقدر أرسمها أصغر، بقدر أعمل اللي بدي إياه. هلأ أنا رسمتها أكبر من الشكل، فحيبين الشكل زي الوردة يعني. بختار هدول الشكلين وبروح على كرييت فورم، سوليد فورم، هو لحاله بفهم إنه هلأ وصل بيناتهم هدول الشكلين، وصل بيناتهم. هاي زي احنا اخذناها بالاوتوكاد اسمها لوفت، وهي موجوده بمعظم برامج ال 3D تحت اسم لوفت، حتى موجوده بالريفت بس بامر ثاني. فهاي مثلا شغله ثانيه بنقدر نعملها، بنقدر المستويات تكون مش متعامده، يعني مش بالضروره نرسم بلان وبلان، بنقدر نرسم اللي بدنا اياه. طبعا هاي الشغلات برضو بتفيدنا احنا مثلا بالانتيرير، مثلا ممكن تكون طاوله شكلها غريب، فأنا بدي أرسمها فأصممها أنا بالطريقة اللي بدي إياها. عشان أشوف كل شيء بوضوح أنا عادة بروح للسايت. هلأ في كمان من الخيارات اللي بنقدر نعملها بالريفت وبالماسس، زي ما قلت لكم الريفولز. بس شو رأيكم تطبقوا هدول أو تطبقوا هاي بس؟ بس اعملوا أشكال مختلفة يعني عن اللي أنا عملتها، وخلينا ننتقل للريفولف.
راح اخد حضور غياب اظن تكون اجا. رسمته ولا لا؟ والله أنا قام أحاول، بس فتحته شغلة ما قام، ما أعرفش كون فتحته، دخلت بغير مكان.
حنين هذا الشكل تبع امبارح رسمتيه؟ لا لقيته ما كان اه دبي. طيب يلا ممتاز. أنسى معلش تعيدين مرة ثانية على السريع. طيب هلا انا هعمل فينش موديل وحرسم اشي تاني. حتى إنه تفتحين هاي النافذتين أو ثلاثة مع بعض مقام عارفين نفتح. هلا النافذتين اول اشي، هلا قد ما بيكون عندك، هلا احنا هيك فاتحين نافذة واحدة تمام. هلا احنا عادة شو بنعمل؟ بنروح هون على الاليفيشن، بنقولنا على الاليفيشن، بنروح على الليفل 1 بنقولنا على ليفل 1. هلا هون هو بكون حاططهم كلهم. هلا انا مو مطلع لي الاسامي، بس المفروض انه يمكن في جهازكم يكون مطلع انه صار في 3 واجهات. فاذا بدي اشوفهم كلهم بروح على فيو، بروح على ستايل ويندو، فبصفت لي كل الشبابيك المفتوحة. فأنا يعني طبعا ما راح أفهم إشي وأنا برسم وعندي كتير شبابيك، هون كلياتها صغيرة. فشو بعمل؟ عادة بفتح بس نافذتين، وبعدين مثلا باخذ أي نافذتين بدي إياهم، وبعدين بعمل تايل فيو، فبيفتح لي بصفت لي نافذتين بس. عرفتي؟ هلا بقدر جوا هاي أروح على الإليفيشن برضه، يعني بقدر أروح هون مش قابل ياخدها، بس بقدر إني جوا النافذة نفسها لو كبستي إليفيشن بنقلك، يعني جوا النافذة بنفس الخيارات اللي أنت بتحطيها. عرفتي؟ ممكن ما قبل ياخد إليفيشن عشان أصلا فيه. هاي هي. هلا بالنسبة للفكرة اللي أنا كنت بشرحها، إنه بالماسز، هلا بنروح عند ماس أند سايت إن بليس ماس، بيسميها بالاسم اللي بده إياه، وبنرسم مقطع في البداية وبنرسم مقطع في النهاية. هلا حرسم شكل في الأول، حرسم مثلا مربع، وحرسم بدي أروح على ليفل 9. شلون بدنا نطلع هاي الليفل إذا مي موجودة؟ هلا هاي الليفل اذا مش موجوده من قائمه فيو بنختار فلور بلان وبنحط عليهم صح اذا ما كانت مبينه. هلا أكيد. بنطلع على ليفل 9 مثلا او ليفل 6 وبنرسم الشكل اللي بدنا اياه، شكل تاني. يعني بروح على كرييت وبرسم مثلا سداسي
وبروح على ال 3D فيو، هم بعاد عن بعض بس يمكن ياخدهم. إذا بدي أحطهم مع بعض أو إشي، بقدر إني أختار مثلا السايت وأتحكم في مكانهم. هلأ المربع بعيد عن الدائرة، بدي أحطه فوقه، فبختار بأمر موف مثلا، بحطه في المكان اللي بدي إياه. بعدين بختار الشكلين، بختار الشكل الأول المغلق والشكل الثاني المغلق، وبعمل create form solid form. هو بيفهم إنه إحنا بدنا نوصل بينهم، هاي اللي إحنا أخذناها بالأوتوكاد لوفت. هاي ممكن تكون طاولة، ممكن تكون تريا، ممكن تكون أي شكل إحنا ديكوري بدنا إياه، وممكن كمان تكون عمارة. يعني ممكن إحنا لو ضفنا لها هلأ، عملنا فينيش ورحنا هون على ماس فلور وحطينا الطوابق، بتصير عمارة. وفي ناس تريكي شو بيعملوا، بدهم يعملوا مثلا قطعة معينة في الانتيرير، بياخدوا الطوابق هاي بحطوها ليفلز وبيعطوها سماكة، وبصفي كأنه إحنا عملنا شكل مجزأ. يعني هاي بعدين انتوا تبدوا تشتغلوا بهاي الأشياء، هلأ بس إنه تعرفوا المبدأ. أنا ما حد بعت لي على الواتس، ما شفتش إنه بعته. أستاذة أنا حاولت بس يطلع لي إنه غلط، في شيء غلط مش طيب فاهمة شنو بعتي لي الغلط. الصورة، مرات يعني في هيك تفاصيل صغيرة الريفت ما بيستوعبها. يعني هي كل رسمة في ليفل، مش سامعة والله. إيش؟ يعني مثلا وصلت في بداية الدائرة مثلا تكون في ليفل 1، ولا الشكل التاني يكون في ليفل 9 أو 10، يعني لازم. هم طبعا اذا كانوا على نفس الليفل ما بيقدر يجسمهم، لازم يكون في مسافة بيناتهم. تنحاول نشوف. حتى شوفوا كيف المرة معطينا مرونة، انا قبل شوي عكست الشكل، يعني عم بيعطيني مرونة فائقة. طبعا مرات بعض الأشكال لما بترسموها تعطي مرونة، ومرات لا، يعني مش كل مرة بيعمل هيك الربط، وما حدش بيعرف ليش. يعني مرات بيكون في خط صغير، في إشي صغير ما استوعبه فما عمله، بس أنا اليوم هيك عم بيعطيني يعني الشكل زي المطاطة معي. إذا بدك اعملي لي صورة، لأنه هو بقول لك غلطة صغيرة مرات أو خط صغير بيخرب الشغل. تجرب من جديد ونبعث لك.
شايفين بعد ما عملت هدول الماسز محيت الكتلة من برا، فصفي زي كأني عاملة شرحات أشياء طايرة. يعني هاي فكرة بيستعملوها بالرسم، بس هي صعبة. أنا بس يعني بهيك بحكي لكم المبدأ يعني تبعها. أماني إذا بتحبي أحطك هوست أحسن، شو رأيك؟ أنا كنت أستاذة بس بحكي طلبات على الجروب. شوفي وصوتك واطي، مش عم بسمعك منيح. قلت لك أنا قسمتها بس حلباتها على الجروب. شوفي يعني زبطت معي. أنت شيماء صح؟ ما وصلنيش هالجروب. هي تمام. يعني هي بالأول بس ما زبطت معاكي. ايه كان يعطي فيها في شيء غلط وبعدين عودتها من جديد وزبطت. هي انا بس بدي تفهموا انه الفكرة موجودة، لانه ما بيعرفوا الطلاب خيارات الماسز لانه مش مكتوبة. طيب هلا احنا هيك تعلمنا انه نرسم خطين ونشبك بيناتهم، طبعا يعني ممكن ينرسموا بأي اتجاه، وتعلمنا الكتلة التقليدية. هلا في كمان شغلة بدنا نتعلمها، رح نتعلم نعمل يعني نرسم خط ونعمل ريفولف. فالريفولف كيف رح نعملها؟ طبعا لازم نروح على الواجهة عشان نرسم محور. عموما أنا لو رسمت فوق هدول ما في مشكلة، لأنه هاي كتلة منفصلة. فأنا راح أروح على بلان، أختار بلان وأرسم محور عشان يفهم إنه أنا بدي أعمل دوران. بعدين لحظة، هلأ نروح على الواجهة الوسط عشان يكون البلان مبين، وبعدين نبدأ نرسم بالخطوط، نرسم محور وخط. فهو بيحكي لي إنه وين بدك تشتغلي، فبقول له إنه على البلان. لحظة بدي أعيد من أول لأنه ما سميت البلان وما قدرت أمسكه. هلأ مرة تانية بنروح عند ماسنج أند سايت إن بليس ماس، بسميها هو أي اسم بده إياه. هلأ إحنا بدنا نرسم مستوى عشان يكون في مرجعية للخطوط، فهذا المستوى أنا بدي إياه يطلع بالواجهة. فبقدر أرسمه من السايت، يعني بقدر أرسمه من فوق خط فبيبين من الواجهة، وبقدر أرسمه من أي واجهة. فأنا أفضل إني أرسمه من السايت عشان أقدر أحدده. فحرسم هذا البلان، وراح بعدين أختار إني أرسم بالموديل، بالموديل لاين أو بالريفرنس لاين ما بتفرق. بدي أختار أرسم خط أو بعمل ست إنه يختار لي الخط. فبيقول لي بيك ا بلان، فبختار البلان اللي انا بدي ارسم عليه، وهو لحاله بالشكل تلقائي بيحولني على الواجهه اللي بيبين فيها البلان. هيو البلان. هلا احنا زي ما قلت لكم رح نرسم خط، هذا الخط محور، هو عباره عن محور، ورح نرسم مقطع اشي بيدور حواليه. هذا المقطع ممكن يكون مستطيل او دائره، يعني يكون عجل هيك بنكون عملناه. ممكن يكون مثلا خط سكي لاين، اي شيء بدنا اياه. هلا ايش بنعمل؟ بنعمل اسكيب، بنختار التنين هدول المحور والدائره، وبنروح بنعمل كرييت فورم. فالريفت لحاله بيفهم العلاقه بين المحور والشكل علاقه ريفولف، وبيعمل لي اياها هيك.
عرفته؟ هلا زي ما قلت لكم مرة تانية خليني أعيدها. هاي في الشمس اللي بدي أرسم محور. هلا ليش أنا برسم محور؟ عشان يكون عندي مرجعية للأشكال. هلا ممكن تكون المرجعية وول، حيطة. فإحنا هلا بدنا نروح على السايت نرسم محور. بنروح عند الماسنج أند سايت إن بليس ماس، هو لحاله بسميها. نرسم هذا البلين في أي مكان بدنا إياه، مستوى. بعدين بنروح بنختار موديل عشان تفتح لي قائمة الأشكال. فبقول له إنه أنا بدي أرسم خط، وبروح بختار ست عشان أقدر أرسم على البلان. فبقول لي بيك بلان، فبختار المحور اللي بدي إياه. فبيقول لي إنه هذا عشان ترسمي عليه المستوى لازم تروحي على الإليفيشن، يا نورث يا ساوث. فبختار أي واحدة وبرسم أول إشي محور، وبعدين بختار المقطع. طبعا كتير في شغلات بتنرسم على الريفولف، يعني مثلا زهرية. بس انتوا حاولوا ما بت... يعني مشكلة الريفت لما بنكلكع كتير بالخطوط ما بيفهمها، لما بتبدأ الخطوط مثلا تدخل في بعض وتعيد فوق بعض وما بيفهمها مثلا هيك. يعني لو افترضنا انه احنا كان عندنا زي زهرية او مبنى على شكل هيك، يعني لانه اشكال مختلفة. وبنختار احنا الخطين وبنروح بنعمل كرييت فورم. هو بسألني عماله انه بدك اياها على كأنه يعني زي دوران على نصها ولا كامل. انا بدي اياها كامل طبعا، وبعمل فينش ماس. هلا في نسخ راح يكون بسألكم هاي الاوبشنات، وفي نسخ ما راح يسألكم. فهي الشكل انعمل بأمر ريفولف، والله اعلم احنا كنا كأنه عاملين ماس فلور. لا هذه خطوط لإشي تاني، ما بعرف ما أخذ من الماس. تمام، شو رأيكم تجربوا لنا أمر ريفول؟ بس حاولوا ترسموا مقاطع بسيطة، يعني بلاش خطوط فوق بعض وبلاش تعقدوا الدنيا كتير، لأنه لما بتتداخل الخطوط مع بعض هو ما بيفهمها.
هلا أنا جربت أرسم محور ورسمت 4 أشكال أخذهم، بس رسمت مع كل الأشكال خط ما أخذهم. يعني هي زي ما قلت لكم، مرات بياخد ومرات ما بياخد. منيح مفران، بس انتي رسمة انتي عاملة كنتي رسمة مفران، انتي كيف عملتي هذا الدوران؟ على بلان يعني؟ صحيح. على بلان رسمتي محور ورسمتي مستطيل وعملتي لهم ريفولت صح؟ عملت خط مستقيم وعملت دائرة. هلا الفكرة ممتازة. هلا لأنه احنا في عنا عمارات هيك بكون شكلها دائرة كذا، بس احنا لازم
عادة لما بنعمل ريفولف بنعمله على الاليفيشن. ليش؟ لأنه إحنا مثلا إيش عندنا، مثلا عندنا بيكون زهرية أو كاسة أو مثلا، يعني عرفتي كيف قصدي؟ إنه عادة الأشكال اللي بتطبق بأمر ريفولف هي أشكال بنرسم لها مقطع من الواجهة، عرفتي؟ تمام. يعني بس هاي الفكرة أنا بدي إياها توصلك. مثلا مأذنة الجامع عشان نرسمها بدنا نطبق أمر ريفولف، فبدنا نرسمها وين؟ بدنا نرسمها بالإليفيشن مش بالتوب فيو. تمام. بس انت كتطبيق الأمر يعني فاهمة طبعا. هلا انت كمان ما تغلبتي، لأنه هو بياخد مرجعية البلان بدون ما تحدديها، فلو بدك ترسمي بالواجهة رح تتغلبي، لأنك لازم تعملي بلان وبعدين ترسمي الخطوط تبعتك. فبس يعني هاي النقطة خليها ببالك. تمام. ما حدا بعت لي هلا، اذا عندكم مشكله بنشوف، يعني بعطي حدا الهوست وبشوف شو رسم وبنحل له اياها. وشوفوا مواضيع الماس هي من اصعب مواضيع في الريفت.
يعني تقريبا اذا فهمناها بنكون قطعنا كتير مرحلة، لان الموضوع خلص يعني كل شيء جاهز، هي هاي بس اصعب موضوع. فاذا عندكم اشي اماني حنين، ما بعرف مين قاعد بيرسم. والله أنا حاولت بس ما قام أعرف قام أنسى الخطوات لأني طيب انا حاطيك الهوست منه، بنعيد شرح عندك وبنشوف شو المشكلة اللي صارت. شيري السكرين حنين. إيه هاي هون بس يعني قام أنسى الخطوات فما قام أعرف شكون لا بدي أعمل. حنين، انت شكلك بتفتحي اكتر من مشروع، لازم يعني خليكي دايما بس سكري كل اشي وخليكي على المشروع تبعك وبس، لانه بصير الواحد مشتت. إيه راح أفتح ساعة واحد جديد. طيب هلا عموما هاي، استني هاي مو ظابطة معك، لانه انت حطاهم على نفس المستوى. هذول مشان اللي قبل بس ما قدرت زيدين أكمل. ما انا بقول لك هم ما بيزبطوا قاعدين. حط الاليفيشن، شلون وين؟ اليفيشن من هون من الجنب، شوفي هون هون على اليمين، على اليمين. اختاريها أي وحدة؟ اي واحدة مش فارقة. لا هم بعاد عن بعض، ليش مش قابلين يزبطوا؟ هلا اعملي ارجع على ال 3D. اعملي دبل كليك، هلا اختاريهم وروحي على كرييت فورم، اختاريهم مع بعض بالكنترول، اضغطي كنترول واختاري الشكل الثاني، او افتحي صندوق مع بعض، اختاريهم من فوق صندوقك افتحي. ايوه هلا روحي على كرييت فورم. هي قام اشكون اسمه ليش يا حنين نقلتي؟ روحي على 3D مرة تانية. لانه قام شوفي قام تاخذ بس الاثنين ما هما بس اثنين، انت رسمة اثنين، لا ثلاثة بواحد. ثلاثة رسمها بملف تاني. ارجعي اعملي كرييت مالتي فورم، كرييت فورم. انت الثالث رسمتيه بماس اسم تاني، عرفتي ليش هو مش عم بختارها؟ ايه بملف تاني رسمها. هلا اختاري التنتين هدول بس. تمام هلا روحي عند كرييت فورم، اعملي سوليد فورم، اخذها. هلا ممكن يعمل ثلاثة بس لازم تكوني رسمهم بنفس الملف، انت مو رسمة بنفس الملف. تمام اوكي اي هاي القديمة خلص، هاي خلصنا منها. اي الجديدة أرسمها هون لأفتح واحد هلا جديد. افتحي ملف جديد احسن. بس سكري هدول يعني خزني وسكري. هلا احنا انت ممكن روحي عند الماسنج اند سايت، ماسنج دقيقة اند سايت. نو هاي مسكرة علي ما قام أشوف دقيقة هاي ماسك أند سايد بليس ماس. نبليس ماس هلا اعملي زي ما عملت غفران، ارسمي على التوب فيو. اوكي اوكي ارسمي خط ومستطيل او دائرة جنبه، خط بس من الموديل. ارسمي خط، شايفة؟ هلا هون ريحك، هو اخذ الريفرنس بلان، بس اعملي اسكيب وارسمي، جيبي دائرة ما تكبريها كتير بلاش بستوعبهاش بعدين. هلا اختاري التنين واعملي كرييت فورم. لا اسكيب، اعملي كرييت فورم. ما اخترتيهم، راح الاختيار، روحي عند كرييت فورم. هلا شوفي ال 3D
ما انت هلا هيك زبط، هذا هيك انت زبط معك امر الريفولف. بس الفكره انه الفكره انه احنا بدنا اياكم تطبقوا امر ريفولف من الاليفيشن، فعشان ترسمي امر ريفولف من الاليفيشن راح تنتبهي على الخطوه الاولى اللي انا حكيتها، انه نرسم بلان من السايت ونشتغل عليه. يعني دقيقة والله هون مس نين بلان من السايت، من السايت، هذا مش السايت، روحي على السايت ارسمي بلان. هذا السؤال ما بي بلان بالسايت السايت يا السايت يا حنين من البروجكت براوزر. هون بترسمي محور، بتروحي هلا عند الماسنج اند سايت ان بليس ماس، ارسمي بلان على السايت في أي مكان. مدي يا حنان، مدي يا حنان، خلص خلص خلص، هلأ هيك صار واحد تاني، خلص انسي، لازم تشطبي واحد، خلص مش مشكلة. هلأ موديل بتروحي على الموديل، بتروحي على ست هيها ست، هون عندنا هون هي. أيوة ست، تختاري بيك ا بلان وبتختاري اوكي، اختاري هذا كليك، بيقول لك لازم تروحي على الواجهه، قولي له اوبن فيو. هلا هون بس بترسمي خط ودائره زي ما رسمتي في التوب فيو. لا لا، خط عمودي يا حنين، اشطبيه، هذا خط واقف ودائرة أو مستطيل أو اللي بدك إياه، جنبه مو يعني هيك لتحت عشان لا لا هيك كتير كبير، هيك ما بستوعبه. هيك بس، وحتى لو لتحت يعني أحسن. نفس مبدأ اللي كنا نشتغله قبل صح؟ بس لازم تكون الأشكال قريبة من بعض عشان يفهمها. اعملي فينش ماس هلا صح؟ وخلص، هي هذا هو الريبورت. هذا هو تمام أصلا فهمته مثل الأوتوكاد مثل فكرة الأوتوكاد بس هون هم كلهم كل ال... كل انا كنت احكي لكم دائما انه برامج ال 3 دي المبدا فيها كلها واحد، بس انه الريفت زي ما بنرجع بنحكي هو سمارت، يعني هو لحاله انت بترسمي الخط والمقطع بيفهم انه ريفولف. الأوبجكت سناب لحالها بتشتغل في هذا في الريفت، مش انت بتفعليها، هو ممكن تفعليها، بس انه قصدي هو بشكل تلقائي البرنامج بيفترض انه انت لما بتقسمي خط عم بتقسمي مسافات متساوية، انت لما بدك تقربي على خط بدك ترسمي بالأوبجكت سناب، عرفتي؟ تمام ما بترك الموضوع إلك. تمام هاي هي الفكرة في الريفت. طيب هلا احنا هيك رسمنا كذا شغله، بس لاحظوا انه كل الكتل اللي احنا بنرسمها كل الماسز شفافه. ما بي شاشات لا هلا احنا انا بعملها رياليستيك برضه بتطلع شفافه. هلا ليش هي بتطلع شفافه؟ لانه هي مش لابسه ماتيريال. شاشة أنسى ما بي طيب ما ماشي. بيشوف كنت بقول انه كل ال ال لحظة هاي كل الاشكال اللي برسمها بالريفت بالماسز تحديدا عم تطلع شفافة، حتى لما بعملها رياليستيك عم تطلع شفافة. ليش تطلع شفافة؟ لانه هي مش لابسة ماتيريال. هلا بدنا نلبسها ماتيريال ونشوف كيف انها على طول تتغير. هلا بدنا نروح على ايديت بس نشوف كيف بدنا نلبسها ماتيريال. هي الماتيريال مرات بتطلع بسهولة ومرات ما بتطلع. هلا هون طلعت من الجدول، حطيتها ماتيريال باي كاتيجوري. هلا انا بدي اختار اي ماتيريال بس عشان يعني تبقى سوليد بدل ما هي فاضية هيك.
هختار هذا الخشب. شايفين هلأ لما صارت رياليستيك، صارت لابسة ماتيريال. هلأ لما هحطها هيدن لاين بطلت شفافة، ملاحظين راحت الشفافية. يعني هاي مش شفافة وهدول شفافين. ليش؟ لأنه هاي لبست ماتيريال، هاي ما لبست ماتيريال. طيب هلأ الماسنج اللي احنا رسمناها نقدر نلبسها زجاج شو ما كان شكلها، يعني عادة تاخد، بس بنختار الجزء وبنعمل كارتين سيستم. هلأ أنا بس بدي أحكي لكم هاي كفكرة، بعدين بنشتغل فيها أكتر. يعني إن إحنا بنقدر نلبسها كارتين سيستم، يعني بنقدر نحول هاي الحوائط للزجاج شو ما كان شكلها. هي حتى شوفوا المثال اللي هو حاطه، الكيرف هذا لو احنا بدنا نقسمه بالاوتوكاد ما بنقدر اصلا، لانه الاوتوكاد يعني هذا بيكون ماخذ اكثر من مستوى. فبالميزه بالريفت انه الشكل شو ما كان معقد او كيرفي او كذا، لما بدي اقسمه بالكارتيان وول، يعني كارتيان وول يعني نظام زجاج، بتقسم عندي بسهوله. طيب هلا بدنا نكمل شغله بالماسز. احنا عاده لما بنرسم الماسز بنقدر كمان نعمل عليها إديت، يعني مثلا هذا الشكل اللي أنا عملته بقدر إني أروح، هلأ أنا دخلت جوا الماس مرة تانية، بقدر إني أختار التوب بتاعه ومثلا أعمل له دوران فيطلع معي شكل جديد، بس عملت له دوران. ففي كتير مثلا ناطحات سحاب هيك شكلها، أو مثلا ممكن برضو نرجع بنقول أجزاء من الانتيرير شكلها هيك، كتل مثلا ملوية، كتل ملفوفة، أشياء تصاميم خاصة بتنعمل على مبدأ تويست. طبعا هذا كمان المبدأ اللي شغال عليه الماكس، إنه إحنا بنبدأ بشكل وبننتهي بشكل تاني. هلأ بنقدر نعمل تويست، بنقدر نعمل كمان سكيل. يعني لو رسمنا نرجع على ليفل 1، لو رسمنا هذا المربع واخترته وعملت له كوبي، هاي بدي انا اخترته عملت له كوبي تو كليب بورد، وبعدين بدي اروح على ليفل 9 اعمل له بيست تو سيلكتد ليفل. هلا صار عندي هدول الكتلتين، هدول الشكلين، هورجيكم اياهم بال 3D. هيهم هون. بس الاوربت مش راضي تشتغل معي. طيب مو مشكلة، باخد الفيو من ورا. هيهم هون، شايفين هاي وهاي. كررتها كوبي بيست كررتها كوبي بيست. هلا ليش انا بدي ارسمهم منفصلين؟ عشان انا بدي اعمل اديت عليها، يعني بدي اختار هدول الكتلتين واعمل هلا كرييت فور. بس هي الأوربت مش راضي تشتغل، لحظة، هي شفت أنا هلأ عملتها من الكيبورد. هو كويس الواحد يبقى حافظ بدائل، لأنه مرات زي هيك بيكون معلق. فهلأ مثلا أنا رسمت هاي الكتلة، زي ما قلت لكم أنا بقدر إني أختار هذا التوب فيو وأعمل له روتيت، فأعمل فيصير الشكل تبعي معمول له دوران. شايفين؟ بقدر مثلا أطبقه على شكل بيضاوي، بقدر أطبقه على شكل مثلا زي هذا.
تمام. طبقوه هذا وعشان نكمل إن شاء الله بالماسز، لأنه اليوم إن شاء الله راح نشرح كل خيارات الماسز. شو صار معاكم؟
رسمتوها؟ ما بعرف وين وصلته بالرسم. يعني أنا وصلته، بس إني أوصلها اتنيناتها مع بعض. طب منيح، طبقتي الكوبي بيست زبطت معك؟ إيه، إيه عملت كوبي بيست و لأنه هون الكوبي بيست، أنا يعني هاي خطوة مهمة، لأنه الكوبي بيست هون مش زي البرامج التانية، يعني إحنا بنعمل كوبي وبنعمل بيست عليه الجديد، فلازم تنتبهوا منيح عليها. طب ابعتي لنا الصورة عشان ننتقل لشغلة جديدة. بعثتوها أنس. مش سامعتك حنين، مرة تانية بعثتوها صح؟ هلا بشوفها. بالضبط، بشوفها من التليفون. هلا حنين انت رسمتيها صح، بس اعملي لها دوران عشان اللي هو بقابل امر تويست، بس هلا اختاري الليفل اللي فوق او الفيس اللي فوق واعملي له دوران. بعثتوها أنس. بعثتوها صحيح.
شفتها تمام. شفتها تمام. هلا اخر شيء، هو لانه زي ما قلت لكم امر الماس مهم، ومهم نعرف خياراته. لحظة، احنا عملنا هاي بالغلط. هلا في عنا كمان، زي كيف احنا عملنا تويست، او هو مش امر تويست، هو احنا عملنا الدوران بالروتيت. هلا بنقدر كمان نيجي نختار هذا الفيس بالتاب ونغير سكيله بأمر سكيل. بحدد نقطة، بحدد نقطة تانية، وببدأ أتحكم بالسكيل. فأنا طبعا لما أغير السكيل بغير شكل البناية. فهي برضو طرق من طرق الإديتينج تبع الماسز. إذا بدك جربيها. ايه بعثتوها تماما. تمام، ممتاز. طيب هلا بعد ما هيك تقريبا، يعني احنا خلصنا الاشياء الاساسيه. زي ما قلت، انا ممكن انه نختار نقطه نزيحه، حفه نزيحه، هاي حكينا فيهم الاشياء. هلا بعد ما نرسم الماس، بنيجي لتغطيه الكتل اللي احنا رسمناها. عشان تظهر عندي خيارات التغطيه، لازم اكون مختاره فيس او مختاره الماس. يعني لازم أكون مختار الماس وأضغط عليها، تفتح عندي هاي الخيارات Modify Form، عشان يفهم إني أنا بعدل الشكل كله. فهلأ هون في عنا كتير شغلات، هون تحديداً اللي هي Divide Surface، اللي هي يعني أقسم الشكل. وفي عندي برضو كمان من الخيارات المهمة كتير Add Edges، يعني أضيف حفة. طبعا ليش انا بضيف حفه؟ يعني انا كاني بقسم الشكل. او اد بروفايل، يعني اضيف يعني بروفايل هو اللي احنا كنا نرسمه في ليفل 1 وليفل 2، الريفت بسميه بروفايل. او ديزولف، اني امحي الاشياء اللي عملتها. هلا احنا بهمنا من هاي الخيارات اشيان، بهمنا الاد ايدجز والديفايد سيرفيس. ماشي. فهلا احنا حنيجي لاد ايدجز. فرضا انا بدي هذا المبنى تبعي نصه زجاج ونصه يكون حيط، فلازم اقسم هذا المستوى، هذا الفيس قصدي، لازم اقسمه لاثنين. كيف بقسمه؟ بعمل اللي هي زي ما قلنا اد ايدجز مره ثانيه. عشان تظهر هاي الخيارات، لازم اكون مختاره الفورم كل الشكل. لما اختار كل الشكل تظهر عندي هاي الخيارات، بروح على اد ايدجز وبقسم المبنى تبعي او الفيس لاكثر من حفه. هلا انا هيك قسمته لثلاث حفه. هلا شو الفائده اني اقسمه ثلاثه؟ ثلاثه معناها بقدر هون البس هذا الفيس ماتيريال، هذا الفيس ماتيريال، هذا الفيس ماتيريال. عرفتوا ليش انا بضيف ايدجز؟ طيب خلينا نرجع برضه مره ثانيه للفورم، هختاره كلياته. هلا هذا اوبشن من الاوبشنات اني اضيف ايدجز. بالله حنجربيها، وخلينا بعديها ننتقل لاشي تاني احسن، لانه بلاش بصير الاشياء صعبه. جربي بس اد ايدجز.
انسى كأني ما حيته الشكل كامل. اللي عنده عملته قام راح كل شيء ما عارف وين. طب ارسمي صندوق واعملي له اد ادجز، مش ضروري يبقى شكل مرتب يعني، تمام. مش ضروري يعني معمول له دوران. أستاذة لو سمحتي عندي سؤال. تفضلي. أمس لما بعت لك الشكل اللي رسمته قلت لي ممكن إنه يتصل بالناس، يعني كيف يتصل؟ هلا انت رسمتي حيطة ورسمتي حيطة تانية وعملتي ايديت للحيطة صح؟ إيه بالضبط. هلا احنا بس بلكي بس اخلص هدول بحاول اطبقها قدامك، برسم اي اشي بالوول وبرسم ماس وبورجي في كيف. هلا انت كنت بدك اياها مجزأة، بدك اياها فوق خشب مجزأ على الواجهة صح؟ هو يعني كيف نفهمك، هو كأنه جبسون بورد، يعني هو مفرغ ومن داخل المفروض أن يكون في إيداع، هلا شوفي الفكرة، أنا بس حاحكي ما لك إياها شفته. كيف الفكرة بالماس. هلا أنت بتقدري ترسمي الماس، إحنا لحد هلا أخذنا بس أوبشن واحد من الماس اللي هي السوليد ماس، فأنا بقدر بس أرسم الماس سوليد، باجي برسم التفريغات هذه فويد، عرفتي؟ هاي طريقة. طريقة تانية إني أرسم المستطيل وأعمل له كوبي زي ما أنا هلا كنت قاعدة أعمل كوبي. وأسهل طريقة الوال، بس الوال عملتي له إيديت من الواجهة صح؟ ايه ما هلا عندك مثلا لو الحيطة ستة فين؟ مموجة، لو الحيطة فيها شغلة حركات أكثر، ما كنا راح تقدري ترسميها بالوال لأنه الوال ستريت دغري يعني الوال، فهمتي؟ ايه انا ضفت سكشن على الحيط وضفت دبل كليك وعدلت عليه. هلا برسمها او انت شايري الواجهة عشان افهم بالظبط، بخليك تشايري الشاشة وبشرح هذا المثال كمان. تمام، بس هو نتفاهم. بشكل عام الواحد يعني شوي لازم يتعود على الماسز وعلى التاميلي لأنه خياراتهم أوسع يعني. هو صح الحوائط فيها مرونة وبتريحنا، بس يعني لازم الواحد شوي يتعلم على الماسز وعلى الفاميلي. طبعا احنا لسه ما اخذنا الفاميلي، الفاميلي شوي اصعب كمان يعني، مش اصعب هو بس يعني انه الواحد بده يتعود عليهم. بس هو نفس المبدأ، يعني حيكون هو الحيط الأساس الموجود وفيه سمك تاني يعني بعده، مثل صح، الحيط بس نفسه. هو طريقة الايديتنج في كل عنصر مختلف، هذا اللي شوي فرق يعني. في اشي رح تعملي له من الواجهة، في اشي رح تعمليه من التوب فيو، فبس يعني هي هاي. هلا زي ما قلت لكم انه الرسم بالماسز في مرونة اكتر يعني، حتى هاي الخيارات اللي انا كنت هلا بدي اشرحها على التليفون ما طلعت. هاي الخيارات بتساعدنا أكثر، ليش؟ لأنه بتسمح لي إني أضيف، هلأ مثلا حورجيكي أضيف سيستم، أضيف يعني بيقدر الواحد يعمل فيها خيارات أكثر، عشان هيك يعني يفضل الشغل على الماس. بعدين مثلا إذا الحيط كان فيها بروزات معينة بندخل فاميلي على الماس، أو بنرسم بالفاميلي وبنحولها لبروزات يعني، فهو في خيارات يعني أوسع لما بنكون رسمين ماس أو كومبوننت بنقدر نتحكم فيها.
حتى هو أماني بياخد الوول مرجعية، يعني شفتي أنت هون إحنا عندنا كانت المرجعية بلان، لما بنبقى راسمين حيطان هو لحاله بياخدها مرجعية، فهي كمان شغلة بتسهل إنه إحنا نرسم أشكال على الحيطان. حنين ارسمي اي مستطيل، مش ضروري يكون معمول له تويست، يعني اي بس مستطيل واعطيه اكسترود او سماكة كرييت فورم. أنسى رسمته مش الحياة ماشي، هلا احنا بدنا نعمل زي ما قلت لكم شوية اديتينج على هاي، زي ما قلنا بنقدر نلبسها ماتيريال، انه احنا نختار الشكل تبعنا، نختار الشكل ونروح على الماتيريال نغيرها من هون. هلا هي الماتيريال بتبين على ال على الجدول من برا، يعني مش من اديت تايم، في هيك وفي هيك. هلا انا زي ما قلت لكم هحط اي ماتيريال، حتى في ماتيريال زجاج بس انا ما بديها زجاج، هحطها كونكريت. لاحظتوا كيف على طول صارت مصمتة، يعني قفلت الماتيريال. طبعا بدها تعديل سكيل عشان هي مبينة. راح أختارها مرة ثانية وأكبر. السكيل تبعها راح أروح أعدله، عشان نعدل السكيل زي ما قلنا من appearance بعمل دبل كليك، وطبعا هذا 40 كتير قليل، على 40 سنتي قاعد يكرر لي إياها. أنا بدي أكررها على 5 متر لأنه أنا بدي إياها تبين كأنها كلياتها كتلة مصمتة، وبنعمل done وابلاي. اوكي، هلا هيك صارت زي كانها كتله اسمنتيه. هلا هذا اول اديت بقدر اعمله. هلا ثاني اديت، انا هدول مكرراهم كوبي عشان اورجيكم الفرق بيناتهم. هلا باجي بختارها، بعمل دبل كليك عليها عشان يدخلني على خيارات الماسز. لما يدخلني على خيارات الماسز برضه برجع بختار الشكل، يعني أول مرة عملت دبل كليك عليها عشان يختار لي، يفهم إني بدي أشتغل على الماس من الداخل، ثاني مرة اخترتها عشان يفتح لي هدول الخيارات. فزي ما قلنا إحنا ممكن نعمل إضافة إدج، بقدر إني نص المبنى هذا الفيس، لما أضيف الإدج بصير أقدر أختار الفيسز بطريقة منفصلة. فبقدر إني أقسم هذا الإدج
بختار divide pattern وبحط الباترن اللي بدي اياه. بقدر احطها مثلا سداسيات زي المباني المودرن، او بقدر احط شبكه، الشبكه اللي بدي اياها. هو بلبس شبكه بس، هو طبعا ما بيعمل فيها تجسيم. عشان تطلع مجسمه في عنا خيارات تانية، بس ممكن اني اختارها مثلثات زي العمارات الجديده مثلا، او التصاميم المودرن. ممكن اختار هذا كمان، هذا شوي بيعطي شادو. فإحنا بنختار أو التريانجلز هدول، بنختار اللي بدنا إياه. يعني بصير كل جزء بنلبسه ماتيريال اللي بدنا إياه. مثلا هذا مثلا ممكن إني الفيس هذا ممكن أعمله ديفايد بس بخطوط بالعرض، مش بالضرورة الجريد، بس هون ما في بالعرض. أو طبعا مثلا هيك زي البلاط، بس إنه مش منظرها مش حلو يعني. أو بحمل الباترن اللي بدي إياه. يعني ممكن نخلط بين الزجاج، بين هذا الباترن التريانجل والتريانجل المفرغ. تمام. فهاي فايدة الإيدجز، وهذا تطبيق الديفايد. طبعا أكيد كمان بنكون حاطين الطوابق، أو بنعمل فينش ماس وبنختار الماس تبعتنا، وبنروح على أركيتكتشر كارتيان سيستم اللي هو بقول له إنه يضيف كرييت سيستم، يضيف زجاج. طبعا هلأ الزجاج اللي إحنا ضفناه ممكن نعدل عليه. ممكن نعدل عليه، نعمل كارتيان جريد. بنروح على الكارتيان جريد وبنضيف خطوط. هلا لاحظوا انا لما ضفت خطوط صار الشكل فيه مرونة اكثر، يعني صارت اللفة اضبط. فبقدر اضيف خطوط قد ما بدي. مثلا بقدر اول 3 مسافات ازيد عليهم، بعدين اخفف، يعني زي ما بده الواحد. او مثلا فرضا انا كله بدي اياه يكون، يعني ملاحظين انتم كل ما اضيف انا خطوط كل ما بتصير الاشكال اكثر انسيابيه. طبعا انا بحاول الاضافه، احنا بس بنقرب وهو بيعطينا الاوبشن. عم بحاول القط هذا الخط، مش قابل معي. وإذا في خط زيادة، في خط ناقص، يعني إحنا بنتحكم في اللي بدنا إياه. هلا ممكن برضه نكتر الخطوط اللي هون، ممكن تكون مسافات مش متساوية، يعني بنقدر نعمل الخيارات اللي بدنا إياها. وبعدين نقدر كمان نضيف موليونز من الكارتين سيستم، بنقدر نضيف موليونز، يعني نخلي هدول لهم فريمات حديد يعني. تمام. فهلا هيك صار عندكم 3 خيارات الكتل، شو ممكن نعمل فيها. يعني ممكن نلبسها ماتيريال، ممكن نلبسها باترن، ممكن نلبسها زجاج، وممكن نضيف ايدج. هلا في شغله كمان، انه احنا لما نضيف الايدجز، مثلا احنا في الكتلة هاي كنا قاعدين نشتغل فيها وبعدين ما عجبنا الشغل، ممكن نعمل ديزولف. ديزولف يعني بيرجعوا لأصله، انه احنا كنا رسمين مقطع تحت ومقطع فوق، ونرجع نشتغل في الماس زي ما بدنا. بس يعني عادة احنا ما بنعملها ديزولف، يعني هاي المحترفين، يعني مثلا اللي كتير مثلا تخربط معه الشغل بده يرجع لستيب قبل، بيروح بيعملها. تمام. طيب انا سوي شغله تو، انت تشرحين انه قلتي انه
نعمل حفر بالحائط أو شيء أول ما بلشت تشرحين. ما هو انتوا امشوا خطوة خطوة، خلينا نخلص الايديتنج في الماس بننتقل على شغلة تانية. يعني قصدي من هذول من هذول الايديتنج لا يعني. الحفر، الحفر هو عبارة انه احنا نرسم كتلة، هاي بنعمل كريات كريات سوليد، بنعمل يعني بنعمل كتلة وبنجيب كتلة تانية محفورة فيها، بس هي فيها خيارات كتير، يعني لازم يكون في عندنا بلان ولازم يكون في تقاطع بيناتهم. يعني مو تفريغ كامل بس انه مثلا ما مش بدي زي اعرف. هو هون التفريغ مو زي يعني مش سهل، مش هنرسم هلا قطعة وحنرسم قطعة تانية نفرغها فيها، عرفتي؟ طب بفضل إني أشرحه بعدين، يعني لأنه يعني تفريغ الماس مش هو، يعني أنت كأنك بترسمي كتلتين، بتعطي كتلة صفة السوليد بتعطي الكتلة الثانية صفة الفويد. تمام. فهو الأفضل في الحالة هاي إنه أنتوا ترسموا أجزاء، يعني مثلا إحنا هلا هذا خلينا نخزنه، خلينا نرسم مشروع جديد. هلا فرضا انه احنا عندنا حيطان، انسى عرفتي علي شلون؟ انه مثلا انا بدي اعمل ديزاين بالحائط انه بيه فتحات اكثر، مثلا احط بيها اي شيء، اي صمدية، اي كذا، يعني مثل الشغلات القديمة. هلا يعني ما انا هورجيك الموضوع هو مش سهل، يعني انه هنرسم بالسكشن ونحاول، يعني ما اخليها فكرة فكرة، لانه هلا احنا مثلا رسمنا هون بالسكشن، هاي سكشن 1، ممكن احنا نروح على الماسز ان بليس ماس، نحاول نرسم من الإليفيشن. بس هو ما طلع الحيطة، فرح نضطر نرسم بنسايت خط، هو عادة بياخد الحيطان مرجعية بس هون ما أخدها، رح نرسم هذا الخط ورح نبدأ نرسم ماسز من الإليفيشن، يعني مثلا أنا يعني زي ما قلت لكم الأشكال المفرغة ما رح أشرحها هلأ لأنها يعني إلها طريقة. هلأ مثلا إحنا بنقدر نرسم، نرجع على الطريقة اللي إحنا بنرسم فيها إنه مثلا أشكال منفصلة وأشكال متصلة. يعني مثلا هدول
هدول مثلا احنا بنرسم الاشكال تبعتنا بس وجايبها ورا، كان لازم نرسمها من السكشن. بنرسم مثلا الاشكال اللي احنا بدنا اياها وبنعطيها سماكة. نبدأ يعني مثلا احنا نتحكم فيها بالطريقة اللي بدنا اياها. هلا عشان نرسم احنا مكتب او اشي بدها لازم يعني ناخذ خيارات اكثر في الماسس، اللي هي السوليد فورم والفويد فورم. بس احنا ممكن نرسم اي شكل بهاي الطريقة. هلا اذا بدنا مكتبة بس راح نضطر نرسمها واحدة واحدة برضه، مش عملية يعني، لازم ناخذ الخيارات الثانية اللي هي اللي حكينا عنها. يعني انه هلا انا مثلا بفضل هون ايش نعمل، اذا احنا بدنا نحط عوارض نمحي هاي. هلا احنا بس فكرة العوارض اللي احنا حكت عنها هاي، سألت عنها أماني. هلا انا هدول ممكن اني ارسمهم بالماسز واكررهم من مثلا الاليفيشن حتى عشان يطلع الشغل احسن. هم بس فيهم ميلان، بس هذا المبدأ اللي انا كان قصدي انه اذا احنا عندنا عوارض خشبية ممكن نشتغلها بهاي الطريقة. الطريقة الأصح انه احنا نعمل void أو نرسم بالفاميلي. يعني هذا موضوع يعني إن شاء الله راح نشرحه الأسبوع الجاي. يعني هيك هدول إحنا رسمناهم بالماسز. هلأ ممكن مثلا بدل شكل مغلق ممكن يكون شكل L، ممكن يكون يعني شكل حرف U، بس ممكن ما ياخده إذا رف مفرغ. يعني صندوق مفرغ جواته صندوق احتمال كبير ما ياخده بالماس. بس هاي هي تقريبا الأشياء اللي نحكي عنها. يعني حتى لاحظوا الإيديت هون مش راضي يعطيني الفيسز. راح أجربها هلأ هلا انا هجرب ارسم على الواجهة هاي. هلا انا عملت ست فيسز، يعني اختار لي الوجه فعماله بيختار لي الفيس. هلا عشان اشوف الفيس هذا بعرف ارسم عليه بروح بضغط على فيور، فبصير هون الشغل أسهل. هلا أنا بدي أجرب أعمل مفرغ بس هو على الأغلب ما راح يقبله، لأنه ما التفريغ مش طريقته هيك في ال شايفين unable to create element. يعني ما بنقدر هون نرسم تفريغ إلا لازم نرسم شكل كامل ونحفر في الكتلة. يعني هاي لازم أمحيها. هاي لازم أختارها أعملها create form solid form، وبعدين أروح مرة تانية أرسم على الفيس
وهاي أعملها void form. بس هو يعني مش الأوبشن هذا شوي بده يعني خيارات في الشغل، بس هذا المبدأ تبعه. هلأ لازم نتأكد إنه هو متقاطع مع كل الشكل. هي صرخة وبعدين نعمل له كت، بس راح احط كلياتها راحت اللي احنا رسمناها. انا بفضل يعني ان شاء الله المحاضرة الجاية هاي نشتغل عليها، لانه هي زي ما قلت لكم خياراتها شوي مش سلسة، يعني مش احنا بنرسم شغلة بنعمل لها سبتراكت، ما مش هيك بشتغل، ومش بشتغل زي الحيطة واحنا بنفرغها، ما بزبط هذا الخيار في الماسز. لازم نرسم solid mass وجنبيها void mass عشان يقدر يعملها مع بعض، يعني يمحي واحدة من واحدة. وحتى بعد ما نرسم solid mass والvoid mass لازم نعمل cut هون. اللي بيحب يجربها بعد ما ترسموها لازم تروحوا تعملوها cut عشان يقبل ياخذ الجيومتري. فأنا رأيي أنتوا اليوم طبقوا الخيارات اللي أخذناها، الماتيريال الإديت إدج وال الباترن، وخلي الخيارات تاعت التفريغ ليوم الأربعاء. إحنا محاضرتنا دايما بتكون الأربعاء، تمام؟ إن شاء الله. تمام ست إن شاء الله. حاولوا ترسموا أشياء وتبعتوا لي إياها. إن شاء الله. تمام. نشوفكم على خير يوم الثلاثاء إن شاء الله. الأربعاء. الأربعة صح، إحنا غيرنا الموعد على الأربعة. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.